السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أبنائي الطلاب. درس اليوم راح يكون حل تمارين درس تقريب الأعداد للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول. راح نبدأ بحل فقرة تأكد من تمارين الكتاب. قرب كل عدد إلى أقرب قيمة منزلية معطى. في البداية طبعا راح يعطيني عدد، هذا العدد راح يحدد لي القيمة المنزلية المعطاة. أعطينا هنا 10، التقريب إلى أقرب 10. فهنا عندي تحديد المنازل 7 آحاد، الاثنين عشرات، راح أحط عليه خط على العشرات، هذا اللي يبغاني أقربه. لتقريب الاثنين لازم أرجع للعدد الذي قبله، إذا كان 5 أو أكبر من 5 راح نضيف 1، إذا كان 4 وأقل من 4 راح يبقى العدد كما هو. راح نشوف هذا العدد الأول، الاثنين قبلها 7، يعني 5 6 7 8 9، راح أضيف 1 إلى الاثنين في حال التقريب. الآن بما أن عندي 7 راح نضيف إلى الاثنين 1، 7 راح تتحول إلى 0، إذن 7 0، الاثنين يصير 3، 9 يبقى كما هو ما يتغير. هذا بالنسبة إلى التقريب إلى أقرب 10. ننتقل لسؤال 2، يبغى الآن إلى أقرب 100، أعطني هو إلى أقرب 100، أحدد منزلة 100، 4 آحاد، 3 عشرات، 900، هذا اللي يحتاج إلى تقريب. التقريب نشوف العدد الذي قبله أو الذي سبقه، 3، إذا كان 3 أصغر من 5 فهنا وش نقول له؟ ما أن أصغر من 5 ما نضيف ولا شيء، يبقى العدد كما هو، 9 كما هو، 9 والمنزلتين الآحاد والعشرات نحولهم إلى وين؟ إلى 0، هذه أقرب 100. سؤال 3، حدد لي الآن المنزلة 1000، يبغاني أقرب هذه المنزلة. العدد الأول آحاد، عشرات، مئات، ألوف، هذه هي 1000. أشوف العدد الذي قبله، العدد الذي قبله 2، إذا كان 2 1 2 3 4 أو 0 يبقى العدد كما هو، 4 ما يتغير. الجميع المنازل اللي على يمين 4، 3 منازل نحولها إلى وين؟ أصفار، أقرب عدد إذن هو 4000. سؤال 4، 10000، نقرب إلى هذه المنزلة. أولا نحدد العدد 10000، وين منزلته؟ آحاد، الاثنين آحاد، 3 عشرات، 0 مئات، 3 ألوف، 4 عشرات الألوف، 4، هذا اللي يحتاج إلى تقريب. شوف العدد الذي يسبقه مباشرة، 3، 3 أصغر من 5، يبقى 4 كما هو، هذا هو 4. عندي كم منزلة؟ 1 2 3 4، إذن نحتاج إلى 4 أصفار، إذن يكون أقرب 10000 هي 40000. 40000. ننتقل إلى سؤال 5، 100000، هذه المنزلة. أولا نحدد الرقم اللي في منزلة 100000، شوف 5 آحاد، 0 عشرات، 2 مئات، 3 ألوف، 9 عشرات الألوف، 5 مئات الألوف، هذا العدد اللي نحتاج تقريبه. فأشوف العدد الذي يسبقه هو 9، 9 5 فأكبر نضيف 1 لهذه المنزلة، هو 5 راح يصير كم؟ 6. شوف كم عدد قبله، 1 2 3 4 5، إذا نضيف 5 أصفار بهذا الشكل، يصير عندي 600000، أقرب 100000 هي 600000.
شوفوا الآن إلى المليون، راح نبحث عن منزلة المليون، آحاد، عشرات، مئات الثلاثة، التسعة ألوف، الصفر عشرات الألوف، السبعة مئات الألوف، الواحد مليون. هذا هو العدد الذي يسبقه، هو سبعة، خمسة فأكبر نضيف واحد، إذا بدل هذا الواحد راح يكون عندي مليون. قبل المليون كم منزلة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، راح أضيف ستة أصفار، راح يصير عندي اثنين مليون. نشوف الآن سؤال سبعة، سؤال لفظي عندي، ما أصغر عدد إذا قربناه إلى أقرب ألف نحصل على 8000؟ يعني أصغر عدد بعد التقريب يصير 8000، لازم نبحث، لازم يكون العدد قبل الثمانية، هذا الثمانية لازم يكون سبعة، لازم يكون سبعة، ولازم هذا الصفر، هذا الصفر يا شباب لازم يكون خمسة. ليش؟ إما يكون خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة بدل الصفر، هنا ما يصير إنه يكون ثمانية بعد، لازم نخليه كم؟ سبعة. باقي عندي ثلاثة أرقام، وش نحط في الثلاثة الأرقام هذه؟ يبغى أصغر عدد إذا قربنا نحصل على 8000. إذا حطيت في هذه المنزلة، إذا حطينا أربعة أو ثلاثة، أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد أو صفر، ما نقدر نوصل للثمانية آلاف، فأصغر عدد هو أقدر أخليه هو خمسة. طبعا هو يقبل يكون خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، بس هو قال لي وشو؟ ما أصغر عدد، فأبحث عن أصغر شيء. هنا طبعا هذول المنازل الأحاد والعشرات أصفرهم، هذه أصغر شيء، ما أقدر أخليهم مثلا واحد واحد، صفر واحد، لا نخليهم أصغر شيء. ليش؟ لأنه هو يبغى توصل إلى 8000. الآن العدد الذي يسبق هذا العدد هو 7499. لو جيت تقربه إلى أقرب ألف، أقرب ألف راح يعطيني كم؟ 7000، ما راح يعطيني 8000. العدد الذي يليه هو 7500. فأنت الآن إذا كان عندك هنا خمسة، تقدر تضيف إلى السبعة واحد، وراح يصير كم؟ 8000. إذن العدد هو 7500، أصغر عدد إذا قربناه إلى أقرب ألف هو 7500، راح يعطيني كم؟ 8000. تدرب وحل المسائل. قرب كل عدد إلى أقرب قيمة منزلية معطاة. عندي 568، يبغى أقرب عشرة، العشرة، العشرات هي الستة، هذه هي العشرة. نشوف الذي قبله، الذي قبله هو ثمانية، فنضيف إلى الستة واحد، ما أن خمسة فأكبر نضيف إلى الستة، الخمسة تبقى كما هي، هذه الخمسة ما نغيرها وما تدخل في الخمسة، فبصير هنا بدل الستة يكون كم؟ سبعة. الثمانية راح تتحول، اللي على يمين العدد المقرب راح تصير أصفار، تصير 570. 100000، أو عفوا نروح لسؤال تسعة، أول سؤال تسعة، 100000 أو 100، المئة منزلة 100 هذه هو الاثنين، قبل يوجد أربعة، الأربعة ما نضيف شيء، إذا أربعة وثلاثة واثنين واحد، خلي هذا العدد اثنين كما هو، ونحول الرقمين اللي على اليمين أصفار، راح يصير عندي صفر صفر، الاثنين يبقى كما هو، الأعداد اللي على يسار هذا الرقم اللي قربنا تبقى كما هي، ثمانية، أربعة، واحد، ما نحرك فيها ولا نغير ولا شيء، فقط اللي على اليمين نصفرهم. سؤال عشرة، ألف، نحدد منزلة الألف، الصفر آحاد، الثمانية عشرات، الخمسة مئات، الثلاثة هي الألف. ما قبل الثلاثة خمسة، إذا كان خمسة فأكبر نضيف، عفوا نضيف واحد، نضيف ماذا؟ واحد. إذا كان أصغر من الخمسة يبقى كما هو.
العدد المقرر. فهنا الآن في خمسة، الثلاثة هذه راح تصير كم؟ نضيف لها واحد، راح تصير أربعة. الأعداد اللي على اليمين، الأعداد اللي على اليمين ثلاثة أعداد، راح نسويها كم؟ صفر. ما بعد الثلاثة 49 تبقى كما هي 494 ألف بهذا الشكل. سؤال 11، 100 ألف نحدد منزلة 100 ألف، الخمسة أحاد، السبعة عشرات، الاثنين مئات، الواحد ألوف، التسعة عشرات الألوف، السبعة مئات الألوف. هذه هي السبعة، ما قبلها تسعة، ما قبلها تسعة، بما أن تسعة أكبر من الخمسة نضيف إلى السبعة واحد تصير ثمانية، تصير ثمانية. الأعداد اللي على يسار شوف كم منزلة على يمين السبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نحولها إلى أصفار، خمسة أصفار 800 ألف. سؤال 12، 10 آلاف منزلة 10 آلاف، عند الصفر أحد، الثلاثة عشرات، الاثنين مئات، الثلاثة ألوف، التسعة عشرات الألوف. قبل التسعة خمسة، بما أن في عندي خمسة فأكبر نضيف إلى التسعة واحد، راح تصير كم؟ عشرة، راح تصير عشرة. ما هذه تسعة عشرة كاملة، نشوف هذا العدد كم عدد موجود عندي، أربعة أعداد، يعني أربعة أصفار، هذه طبعا الصفر بعد التسعة، يصير عندي العدد 100 ألف. العدد الجديد يكون عندي 100 ألف. سؤال 13، المليون، قرب المليون، شوف منزلة المليون، نحسب 6 أصفار على اليمين، العدد السابع هو المليون، 6 أحاد، 3 عشرات، الاثنين مئات، الصفر ألوف، التسعة عشرات الألوف، الواحد مئات الألوف، الثلاثة هو المليون. قبل الثلاثة يوجد واحد، الواحد لا يمكن للإضافة، أربعة وثلاثة واثنين واحد وصفر لا يمكن الإضافة، نخليها ثلاثة. على يمين الثلاثة يوجد عندي 6 أرقام نحولها إلى أصفار، راح يصير عندي 3 مليون. سؤال 14، القياس، تعد محمية محازة الصيد قرب الطائف ثاني أكبر محمية في العالم، إذ تبلغ مساحتها 2553 كيلومتر مربع، فهل يعد 2600 كيلومتر مربع تقريبا مناسبا لهذه المساحة؟ زين، هو يبغى التقريب طبعا، هل هذا العدد قريب لهذا؟ طبعا لو جيت هذا الآن، خلنا نسوي عدة أشياء. 2553 لو قربنا إلى أقرب عشرة، إذا قربنا إلى أقرب عشرة وش راح يعطيني؟ قبل الخمسة ثلاثة، الثلاثة ما تعطي، بخيلة، فراح يصير مكانها صفر، وهذه تبقى خمسة مثل ما هي، راح يصير 2550 هذا عشرة، ما عطاني 2600، إذن هذا التقريب غير مناسب. نشوف التقريب الآخر إلى أقرب 100، 3 5 5 2، لو قلنا إلى أقرب 100 قبلها كم عندي؟ خمسة، قبلها خمسة، بما أن قبلها خمسة نضيف لهذا كم؟ واحد، راح يصير عندي التقريب الجديد 2000، وهذا يصير 6، والمنزلتين اللي على اليمين نصفرهم 2600، إذن هذا بيكون وشو؟ أقرب 100، أقرب 100. إذن هذا العدد يعد مناسبا إلى أقرب 100، إلى أقرب 100 وليس أقرب وين؟ 10. إذن هذا العدد 2553 كيلومتر مناسب للتقريب إلى 2600، إذا كان التقريب إلى وين؟ إلى 100. سؤالي الأخير، قرب العدد، نقرأ هذا العدد، طبعا هذه الدورة الأولى 3 أعداد، الدورة الثانية 3 أعداد، الدورة الثالثة 14,656,074 إلى العدد 14,156,100.
ما القيمة المنزلية التي قرب إليها؟ نشوف. دورة المليون هو نفسها لم تتغير، دورة الألوف أيضا 156 وهنا 156، اللي تغيرت دورة وين؟ الوحدات، هنا كان 74 هنا كان 100، إذن كان التقريب إلى أقرب 100. نلاحظ أن هذا الصفر تحول إلى وين؟ إلى واحد، وتصفرت المنزلتين الأحد والعشرات. إذن قرب أقرب منزل اللي قرب إليها أقرب منزلة منزلة المئة، إذن قرب إلى منزلة المئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.